طب بس معالي المستشار في ميزه يمكن مختلفه عن كل مسؤوليه، هو يعرف كل واحد وش يشجع. يعني ما ينفع اليوم يجي اي هو يعطيك على الوتر يجي بالضبط، هو عارف. يعني شوف عاد سويد عارف خالص الموضوع، فواز عارف انت ما تقدر تقول لي اليوم مبسوط مثلا، انا اقول عارف ان فواز يحبه لانك وحداوي. لا لا شوف بالمناسبه يعني يعرف معالي المستشار اني انا اتحادي واتحادي صميم، طيب يعرف الجميع في الوسط الرياضي، لكن كونك تحب الوحده تحب الاهلي، انا احب الاهلي منافس الاتحاد، وهذه تجربه فريده يعني. صحيح انا شويه نرجسي لكنها حقيقه، انا احب الجوانب الحلوه في الاهلي، لدي تاريخ جميل، لدي ذكرى حلوه، اول من ادخل المدرسه في كره القدم فشكل فرقه الرعب. بس برضو انا بعبد الجواد اشياء حلوه عشان في الاهلي نعطي معنى الانتماء لا يعني الكره للاخر، لا يعني كره للاخر. وبالتالي حتى الهلال اللي الان الناس كثير فرحانه بتوقف الهلال، ليس لانه الهلال يظل هو الفريق الاهم وصاحب المكانه والاماميه دائما. طيب. ولد الهلال في الصداره حتى وان تعثر، وايضا كذلك دعم النصر والوقوف مع الانديه. صحيح. هذا اللي احنا نفكر فيه من خلال الاعلام الرياضي الجديد اللي احنا نقاتل انه بدر يستمر على نفس نهجه، فيصل يستمر على نفس نهجه، وهذا بمشيئه الله سيتحقق. ابو نايف تعليقك انت.